صباح الرشاقة، صباح الطاقة الإيجابية أعزائي المشاهدين على قناة الصحة والجمال. حكاوينا بالمصري بيصبح عليكم. النهاردة طبعا فقراتنا فقرة صحة عامة وفقرة فنية، وطبعا الفقرة الصحة العامة هي استكمالا للحلقة اللي فاتت. تعب سلاول، تعالوا نصبح على زمايلي. صباح الخير يا هدى، صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا شيماء، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام. النهارده الطريق زحمه جدا جدا جدا، صح؟ كلنا جدا زنقنا في جدا جدا. صراحه الطريق النهارده كان زحمه جدا، المفروض الناس تخلي بالها. والحمد لله اللي احنا جينا بسرعه. ايه الاخبار النهارده الحلقه؟ بصي، الحلقه النهارده الفقره دي بالذات تقريبا كلنا مستنيين ان احنا نتكلم عنها. تمام. هي طبعا اللي هيكمل معانا استكمالا للحلقه اللي فاتت استاذ ماجد النحاس. قلنا الحلقه اللي فاتت ان هو وكيل تجاري من ضمن 4 وكلاء تجاريين على مستوى العالم، وهيد اوف فريق دايموند او شركه دايموند. تمام. هو النهارده هيكلم معانا عن استكمالا لمنتج اللوشي. تمام. المره اللي فاتت، ومفاجاه اللي احنا كلنا بنتكلم عنها كذا حلقه، اللي هي حلقه كاتنانيتا والحلقه اللي فاتت. هيتكلم عن اول اصدار للجرين بيرن. تمام. بس ساعدوني بالترحيب بيه شيماء وهدى. صباح الخير يا استاذ ماجد. ازيك يا مستر ماجد؟ صباح النور. شرفنا للمره الثانيه. انا الشرف ليا والله ان انا اكون معاكم المره الثانيه. ده بناء على طلبات الساده المشاهدين يا فندم. طب احنا لبينا اهو، بقينا موجودين. ان شاء الله هتبقى حلقه قويه. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا مع استاذ ماجد. استنونا. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا بالمصري، وطبعا بنرحب بالأستاذ ماجد النحاس. ازيك يا أستاذ ماجد؟ طبعا احنا هنتكلم عن استكمالا للحلقة اللي فاتت، كنا بنتكلم على منتج لوشي، وحضرتك قلت ان هو بيعمل عملية إشباع وحاجات كتير احنا عايزين نعرفها عشان المشاهدين يبتدوا يتابعوا معانا الاستكمالة للحلقة اللي فاتت. اتفضل. تمام. هو خلينا نتكلم يا شيماء عن المشكلة العامة. هو عرض العصر او الداء بتاع العصر السمنة. تمام. السمنه هنا مش بترجع بس الاكل انا باكله زياده، او اكل مثلا ما باكلوش، او فكره ان انا باكل متاخر. مش بس كده، السمنه ممكن يكون من ضمن اسبابها هي نقص في الهرمونات اللي موجوده في الغدد. تمام. يعني مثلا احنا بنلاقي ناس عندها مشكله كبيره جدا، مهما مشيت على دايت ما بتخسش. طب ليه؟ هتلاقي المشكله في مثلا في الغده الدرقيه. يعني انا في الغده الدرقيه دي بسبب ان انا ممكن ما اخسش. هتلاقي ممكن كمان عندك غده زي الانسولين او هرمون الانسولين. لما بيخرج من خلايا بيتا اللي هي جوه البنكرياس بيخرج بشكل زايد، ده كمان بيؤدي لسمنه. هتلاقي بعض الناس زي ما قلنا برضو في الحلقه اللي فاتت ان مشكله التوتر او الاسترس الكورتيزول، مش الكورتيزون عشان الناس برضو سالونا لما اتصلوا بينا كتير. لا، ده كورتيزول اللي موجود في الغده الدرقيه. تمام. ده برضو بيسبب دهون. هتلاقي مثلا حاجه زي التستيرون والاستروجين نقصهم او زيادتهم في الجسم برضه بيؤدي لمشاكل دهون. طب لوشي هنا ايه بقى دوره الفعال؟ دوره زي ما قلنا هو بيتكلم في فكره الشبع. يعني انا قلت في الحلقه اللي فاتت لو كان في تجربه ممكن ان احنا نعملها مع بعض ان حد ياخد اللوشي، وانا بنصح اي حد يعني حتى لما تاخده لو كلت بعد اللوشي ما تكلمنيش. ليه؟ طب بعد قد ايه؟ انا باخد اللوشي قبل الاكل، سواء بقى الوجبه بتاعه الغداء او العشاء، بنص ساعة أو ساعة إلا ربع. تمام. كتير. ده لو حد ممكن يكون عنده وزن زايد. إنما لو حد عنده مشكلة السمنة، لا، أنا هنا ممكن أستخدم 2 في اليوم يعني بعد يعني الغداء والعشاء. قبل ما أكل إن شاء الله. اللي هو هيقفل معايا من الكمية ولا هيقفل معايا إن أنا ما أحسش بالجوع أصلا بعد ما أتغدى أخد الوجبة بتاعتي؟ لا، هيقفل معاك الكمية اللي أنت بتاخديها. تمام. بدل ما كنت مثلا باخد، أنا متعود على شوربة وكم 3 معالق رز والكلام ده، لا، أنا تلاقيني باخد بقى حجم قليل من كل حاجة. هيحصل عملية تقنين في الأكل. أيوه. وفي نظام غذائي بمشي معاه مع اللوشي ولا؟ طبيعي جدا. احنا يعني مش مع أو ضد فكرة الدايت، ولكن احنا بنقول نظام غذائي هو الأمثل، لأن مش كل الناس تمشي مع دايت. عشان نجيب نتيجة. عشان نجيب نتيجة. في أجسام مهما اديتيها دايت وفعلا بتحاول إنها تمشي على النظام ولكن ما بتخسش. اللي هو نرجع تاني نفس المشكلة بتاعت إيه؟ الهرمونات الزيادة أو القليلة.
فاحنا بنضطر ان احنا نعمل ان بادي قبل بقى عشان نشوف الدنيا. ايوه طيب. فهنا حتى فكره اللوشي انا لما بكون بستخدمه مع استمرار الوقت هتلاقي ان انت ممكن تكون بتنزل عدد كيلوهات، انت بتتكلم من 4 ل 6 كيلو بس باللوشي. ميزان؟ ميزان وشيبنج للجسم، وده اهم حاجه. يعني هو بيعمل ميزان ودهون. طبعا. تمام. اللي بيشجع برضو في اللوشي طعمه، يعني انا كنت مثلا كذا حد قال ان هو جرب كذا حاجه قبل كده واعشاب وحاجات تانية بيبقى طعمها وحش جدا يعني، وبقى هستعمل مره مرتين وبعد كده مش هقدر اكمله. لكن اللوشي طعمه اللي حضرتك زي ما قلت المره اللي فاتت طعم البرتقال طعم الاورنج، فبيدي المذاق المستساغ بالنسبه لي، او انا بكون بستلذ وانا بشربه، فيشجعني انا اكمل كمان فيه. في بعض الناس قالوا لي حتى بعد التجربه سريع الذوبان والله. جدا جدا، ومجرد ما تقلبيه تشربيه على طول عشان يديك الافكت اللي انت بتدوري عليه. ومن ضمن النصايح كمان مع استخدام منتج زي اللوشي، انت محتاجه ان انت تكوني بتشربي ميه. شفتي الازازه اللي هي ممكن تكون 250؟ محتاج ان انا اشرب مش الازازه مره واحده او على مرتين، لا ممكن على اربع خمس مرات اكون بشربها علشان يدي اللي هو بينفش في المعده فياخد الحجم الطبيعي بتاعه بتاع الالياف الطبيعيه دي فيديك النتيجه. بس برضو على حسب كل جسم شخص، يعني ممكن شخص يشرب معدل ميه كتير وشخص ما يشربش معدل ميه كتير، على حسب صح؟ ما هو خلينا نقول على حاجه بقى، هو دلوقتي داخل في طريق السمنه او الوزن الزايد، فاسمع الكلام عشان توصل اللي انت عايزه. في بعض الناس اللي بتستخدم بعض الادويه بتتكلم بتقول ان هي لما بيستخدموا الفوار بيحصل ان هو بينزل في القاع بينزل، فما مش حاسين ان ده بالنسبه لهم فعال. هل هل باللوشي بالنسبه له لما يجي يدوب هيتفاعل بقى ويبتدي ان هو هو سريع الذوبان وما بيترشفش منه اي حاجه. تمام. الكميه كلها بتدوب في كوبايه المايه اللي انا هكون بستخدمها. تمام. عشان تديني التاثير اللي انت بعض المنتجات. تمام. لو استنيت عليها بتقلب جيلي. بتعمل عمليه لزجه كده. هو بيعمل كده برضو لا تشرب اللوشي على طول هيبقى كويس. تمام. طب ايه تاني بقى احنا عشان نكمل مع اللوشي؟ نكمل ايه اللي عندنا تاني نكمله مع اللوشي عشان احس ان انا بقى ايه خلاص انا مقبله على جسم كويس، مفيش عندي زهق وتعب، ايه اللي بقى اللي موجود تاني؟ بصي، هو معظم الناس لما بتيجي تخس بيبقى عندها في مشكله كبيره جدا اسمها ايه بقى؟ خمول وهذيان. بعض الناس تاني لما تيجي تحاول تخس بيحصل معاها اكتئاب والمود ما بيكونش ظابط اصلا. الدايت بيجيب اكتئاب. دي حقيقه. فخلينا نتكلم ان اللي ممكن يكون بيحاول يعمل انقاص للوزن او بيعمل دايت وما بيجيبش معاه النتيجه دي، يبقى انا بقى نتكلم على ملك الحرق. ايه هو ملك الحرق؟ الجرين بيرن. جرين بيرن. الجرين بيرن او اللوشي او حتى اي المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها على مدار البرنامج بتاعنا هي مستخلصات اعشاب طبيعيه، مش مجرد اعشاب وخلاص اسم العشب اللي انا عارفه فانا اروح ادور عليه عشان اجيبه. لا لا، احنا بالعكس، ده احنا حاطين المكونات على ظهر كل عبوبه ويعني نستخدم عشان تكون عارف انت بتعمل ايه. ففي نفس الوقت لما نيجي نشوف مستخلصات الاعشاب، الجرين بيرن هو مستخلصات القهوه الخضراء ومستخلصات الشاي الاخضر. الميزه بقى لا بطعم الشاي ولا بطعم القهوه. الميزه اللي فيه ان هو بطعم ولون النسكافيه، ودي حاجه بالنسبه لنا بتكون حصريه. رقم ثلاثة، اي حد بيجي يحاول ياخد منتجات تخسيس بيعاني من مشكله الطعم. اللي هو ممكن يكون طعمه مش مر أو مش مر بالنسبه له، فمش عايز ان انا استخدم منه كتير، فزهقت فبقطع الايه الكورس بتاعي. لا، ده موجود فيه سكر السكرالوز، وده بيدي زيرو سعرات حراريه. يعني معدل الحرق بتاعه عالي جدا، يعني ما بيختلطش اصلا بالدم، بمجرد ما بيدخل الجسم بيخرج من غير ما بيعمل فاتس. يعني هو شاي اخضر ومستخلص القهوه الخضراء. ايوه. وايه كمان؟ كمان قلتنا بطعمه ولون النسكافيه وفي سكر السكرالوز. اذا انا هنا بالنسبه لي اربعه في واحد، بعكس اي نوع مثلا ممكن يكون بنسمعه عنه النسكافيهات والحاجات دي 3-3-1 و2-1 والحاجات دي. لا، ده اربعه في واحد. اذا انا وفرت على البيت المصري اربع او ثمان اربع حاجات في منتج واحد بس. الشاي والقهوه. طب ايه الماده اللي موجوده فيه بقى الفعاله معايا؟ بصي، خلينا نقول ان الناس اللي كانت بتعاني من مشكله الهذيان او الخمول، انا هنا عليكت الموضوع ده عفوا بحاجه اسمها الجينسنج الاحمر الكوري. وده افضل انواع الجينسنج في العالم. وظيفته ايه؟ ده بيعمل انرجي وطاقه للجسم عاليه جدا، بتخلي المشكله دي ما تحصلش معاه كتير. اللي هو بيقل عنده فكره لما يكون عندي باور وطاقه تمام قليله، فهتلاقي ان الجرين بيرن كمان بيشتغل على فكره المود.
يعني انا اقدر نقول ان هو بيستخدم هنا للباور وكده، يعني ممكن للرياضيين او لعيبه الكوره يكون ده خاص بيهم؟ طبعا طبعا مفيد جدا ليهم، وده لسه هنجيله. تمام. هي هي عامه ماده الجينزنج الاحمر الكوري هي تقريبا ليها فوائد كثيره جدا، يعني هي لوحدها، فما بالك بقى احنا داخلين معاها قهوه خضراء وشاي اخضر و... دي حقيقه. اه تمام. فهنا بتعلي الكيرف بتاع الطاقه وفي نفس الوقت بيظبط المود. طب هو ليه بيشتغل على المود؟ لما قلنا ان الناس ممكن تحس باكتئاب فحطينا بعض المكونات اللي تساعد على العمليه دي، وده اللي هنكمله دلوقتي. مثلا زي عندك مشكله الكالسيوم، معظم الناس اللي بيكون عندهم سمنه بيعانوا من مشكله نقص الكالسيوم، رجله بتطرقع مش عارف ايه بيطرقع عشان بيعمل دايت. فهنا عوضناه بالكالسيوم موجود في الجرين بيرن. كمان حطينا فيتامين سي عشان نظبط عمليه المناعه واحنا داخلين على الشتاء. فالموضوع ده برضو بيفرق كتير جدا، طول ما المناعه مظبوطه هتساعد حاجات كتير جدا في الهرمونات انها تكون مظبوطه. طب المفروض ان انا باخده بعد الاكل ولا الجرين بيرن استخداماته بتكون بعد الاكل بربع ساعه دايركت. وهنا كمان من ضمن المميزات بتاعته ان هو فيه ماده الكروميوم. يعني بيقول لك مثلا الرياضيين لازم ياخد جرعه الكروميوم دي الصبح وبالليل. اي حد بيلعب رياضه بياكل كتير فبيعلي معدل الحرق بتاعه. اذا كمان بعض الناس اللي ممكن يكون صعب عليهم الرياضه انا وفرت لهم عمليه الحرق من غير النظام الرياضي. بيعلي الحرق بشكل كبير جدا. كمان ممكن نتكلم على الجرين بيرن ان هو مش اصدار واحد بس، ده اكتر من اصدار. يعني مثلا الجزء اللي قلنا عليه بتاع الكروميوم ده هنلاقيه بطعم النسكافيه. الجزء اللي ممكن يكون التاني الجرين بيرن الخاص بالاكسترا جرين كوفي والمورينجا. وده بقى حرق بس. المورينجا بتبقى سريعه الحرق جدا جدا جدا. بس ده بيتاخد اللي هو الناس الاباف المعديه اللي هو ايه 100 كيلو صح؟ يعني خلينا نقول مثلا الناس اللي ممكن تكون ماشيه على نظام غذائي. الجسم الاول لما بيجي يخس بيمشي في فتره انا بتعرف على المنتجات الجديده دي. فبيبقى معدل الحرق بيكون ابطأ. فهديله الجينسنج والكروميوم في الاول 10 ايام. ال 10 ايام التانيين هديله الاكسترا جرين كوفي والمورينجا. هنا الجسم بدا ياخد على الحرق. فمعدل الحرق بتاعه اعلى. يعني بعمل تبديل في الاسبوع؟ مش تبديل، هو كورس نظام. يعني نظام انا بديهوله يعني ده اول اسبوع ده تاني اسبوع اول 10 ايام. ال 10 ايام التانيين الاكسترا جرين كوفي. ال 10 ايام اللي بعد كده هو الجرين بيرن برده، ولكن في منتج اسمه جرين بيرن صيامي او فري لاكتوز لبعض الناس اللي ممكن تكون ما بتحبش السكيم ميلك في المنتجات. وده ممكن برضو الاخوه الاقباط زي ما حضرتك تقول ان هو صيامي، فاكيد ده يبقى ماشي. انا اخواتنا يعني الاقباط بيصوموا عدد كبير جدا من ايام السنه، فده هيساعدهم بشكل كبير. او كمان الناس الفيجيتيريان. يا سلام، ما بتحبش المنتجات، بتحبش الحاجات اللي فيها البان واللحوم والكلام ده. طب هل الاصدار الاولاني مع الاصدار الثاني برضو اخد اللوشي ولا هوقف اللوشي مع الاصدار الاولاني عشان يخش الاصدار الثاني يبتدي بقى يشتغل على الجسم؟ لا لا، انا ما بوقفش اللوشي خالص، بالعكس مستمر. انا بشتغل الكورس مع بعضه، بل بالعكس معدل الحرق هيكون اعلى والافكت اللي انت عايزه هيكون اكبر. فانا هتكلم مثلا الجرين بيرن مع اللوشي، انت بتتكلم في 10 كيلو بشكل سيف جدا وزود سايد افكت. بل بالعكس، الناس اللي ممكن يكون عندها مشكله في الغدد، عندها مشكله في السكر، عندها مشكله في الضغط في القلب، امن جدا عليهم. بل بالعكس ده هيساعدهم بشكل كبير انه يحسن اداء المشاكل دي. يعني هو بيساعد على تحسين البنكرياس علشان احنا مش هنتكلم في البنكرياس بشكل دايركت، سواء بقى من ياخد انسولين او بياخد تابلتس. لا انا بتكلم فكره ان انا بحسن لما يكون عندي حاجه دلوقتي سكر انا جسمي محتاجه وباخده من حاجه زي الجرين بير بسكر السكرالوز. طب ما انا كده قللت منسوب السكر في جسمي بدل ما اخده من السكر اللي بره اللي بيقولوا عليه القاتل او السم الابيض. صح. فانا هنا قللت مستوى السكر في الجسم، فهخلي البنكرياس يشتغل بالشكل المناسب بتاعه. كمان هيحسن من وظائف المخ، الادراك والتركيز. الناس اللي بتذاكر، يعني ده نصيحتنا، الناس اللي بتذاكر بشكل كبير جدا سواء الثانويه العامه او الجامعات. لا هيساعدك على التركيز. من سن كام سنه ابدا اخده؟ من 15 سنه. احنا الحلقه اللي فاتت كنا قلنا الريزيولا مثلا مش هناخدها للحوامل او الرضع. الجرين بيرن اخباره ايه بقى معاها؟ سيم سيم، احنا اتفقنا على مبدا ان في حاجات اسمها موانع استخدام. ماشي. طب اذا في ليدي
عندها سمنه، عندها مثلا وزن زايد. انا بقول برضو برجع لفريق البحث العلمي، ودي حاجه انا بوفرها للكاستمر اللي بيشتغل معايا او البيشنت بشكل فور فري. بس اي ثينك ان دي مش هيبقى ليها ضرر لاي حد. ما قلناش ليها ضرر، ما احنا اتفقنا ان العسل الابيض ملوش ضرر. تمام. ولكن ما ينفعش الطفل اللي اقل من سنه صح. ياخد عسل ابيض صح. مع ان ربنا قال عليه فيه شفاء للناس. فهنا في موانع استخدام مش اثار جانبيه او حاجات ممكن تحصل معايا. في الفتره دي الجنين محتاج حاجتين مهمين جدا. محتاج الاوميجا 3 بشكل كبير قوي. الام تكون بتاخده، ومحتاج تكون بتاخد كالسيوم ناتشرال، مش الكالسيوم اللي موجود في الصيدليه اللي بيعمل ترسب على الكبد والكلى والمضاعفات اللي بنقول عليها. تمام. طب احنا لو دلوقتي مثلا حضرتك بتقول من سن 15 سنه، لو انا عندي بنت عندها 15 سنه 16 سنه وكانت بتشرب نسكافيه، هي مش عايزه تخس او تعلم وعندها، بس موضوع التركيز اللي حضرتك قلت عليه هنا هيفيدنا؟ يعني لو خديته من غير موضوع السمنه هيفيدنا برضو جرين؟ طبعا بشكل كبير جدا. انت بتتكلمي ان الجرين بيرني لو انا هاخده للسمنه او الوزن الزايد، فانا باخد 2 ساشيت في اليوم بعد الفطار وبعد الغداء. طب لو هتكلم بقى ان حد محتاجه عشان خاطر عمليه التركيز او المود، اللي هو الناس بتروح احيانا بعض المنتجات اللي هي المشروبات السريعه بيقول لك مشروب الطاقه، وده طبعا اشتغاله كبيره، ده بيأثر بشكل كبير جدا على الكبد والكلى. لا ده هنا تقدر تاخد بقى الجرين بيرن لساشه واحده في اليوم. طب لو حبيت تحط سكر؟ لا ما مش محتاج سكر. هو محلي اصلا بسكر. اما الثري فليفرز اللي موجودين عندنا في الثلاث اصدارات للجرين بيرن متراعي الحته دي. في ناس بتحب اللبن، في ناس ما بتحبش اللبن. قدرتهم وعملت حسابهم. في ناس بتحب السكر وفي ناس ما بتحبش السكر. قدرت الكلام ده وعملت حسابهم. ليه؟ انا الفئات دي ما ينفعش ان انا اكون متجاهلها، بالعكس دي فئات كبيره. كمان عندك الفنادق معتمد عليك بشكل كبير جدا. كنت لسه اسال السؤال ده حضرتك. ليه؟ انت دلوقتي بتوصل العميل بتاعي ان يكون موده مظبوط، طب انا عايز اكتر من كده ان يكون سعيد. يعني ممكن كمان الجاست الاجانب هم اصلا لايف ستايل فبيحبوا الحاجات دي. يس، وتحديدا الناس اللي منهم الفيجيتيريان عددهم كبير جدا. يعني في الفنادق هنبدل النسكافيه العادي او الاثنين. هو اوريدي حصل يا فندم. هو حصل نحط الجرين بيرن. يعني دلوقتي نقدر نقول عندنا لوشي، عندنا جرين بيرن، عندنا روديولا، اصبحوا الثلاثه دلوقتي ايد واحده زي ما بيقولوا، يعني الهرم كده، القاعده والضلعين. بس نقدر نقول كمان ان الجرين بيرن يا شيماء اقوى، لانه بقى ليه كذا وظيفه. انت فاهماني؟ وكمان انت كمان ممكن ما تستخدموش كسمنه بس، لا انت ممكن تستخدميه كادراك، انتباه، يعني مذاكره، ممكن تستخدميه كبديل، ان هو حاجه ناتشرال بديل لاي نسكافيه او اي قهوه انت بتشربيها اصلا. هو اوريدي فعلا بيحسن وظائف المخ بشكل كبير جدا. بالظبط. يعني بيظبط عمليه الوظائف الادراكيه للجسم. نفس الفكره بتاعت اللي اتكلمنا عليها في الريديولا هنلاقيها في الجرين بيرن. ومعظم المنتجات اللي هنتكلم عليها في الحلقات بتاعتنا، انت عندك الميجور بتاعك بظبط عمليه المناعه الاول وبعدين اشوف ايه المشكله. طب معدل المقياس بتاعي كام مج في اليوم؟ لو الجرين بيرن احنا اتكلمنا، لو حد عنده وزن زايد او سمنه، تو ساشيت يعني مجين. طب لو هو مش سمنه او لو حد عايزه مود او باور وانرجي، يكفي واحد بس. تبقى بالليل مش بعد الغد؟ ايا كان مش تفرق كتير. طب لو بس نصيحتي ليك خدها الصبح. لو خد اكتر من واحد مثلا اثنين بعد اللوشي طبعا. لو خد اتنين قبل الاكل وبعد الاكل اخد الجرين بيرن. طب لو خد اتنين؟ لا هو ممكن يكون مش محتاج اللوشي اصلا، هو عايز. مش هتفرق معاه عمليه الجرين بيرن يا جماعه، هو بيشتغل على فكره الدهون القديمه والجديده، يعني بيمنع تكون في الجسم من سنين. أيوة. سابقه. في ناس بتيجي تاخد الجرين بيرن وتكون ثابته في الوزن، دي حاجه كويسه جدا في اول 10 ايام. طب ما ده انجاز ان انت ما زدتش، انت على طول كنت بتزيد. نوصل بقى لمرحله ان انت وصلت الجسم ما زودش دهون، الاكسترا جرين كوفي هنا تعمل. طب نفترض ان حد خده وزاد. لو ايه؟ حد خده وزاد ما خسش. لا ده ما فيش الكلام ده. مستحيل. طب انا خدت المنتج وخسيت وتمام التمرين، ممكن استمر على الجرين بيرن بقى بعد كده؟ از لايف ستايل المفروض احنا اتفقنا على حاجه. انا ما ينفعش اعيش حياتي من غير مكملات غذائيه، سبلمنتس فود. تمام. طب ايه اللي بيخلينا نروح للدواء او السبلمنتس فود؟ لان اللايف ستايل بتاعتنا مش احسن حاجه. تمام. احنا شربنا من نيلها وشمينا هواء جميل وكلنا اكل مرشوش. فيعني خلاص الموضوع ده وصل عندنا. يعني مصر عندها اكبر مستشفى سرطان في العالم. احنا عددنا كام مليون؟ 100 مليون صح؟ طب معلش هي الصين كام مليون؟ مليار و صح؟ و500 مليون صح؟ فهل سمعنا ان هم عندهم اكبر مستشفى سرطان في العالم؟ لا. ايه ده عند بلد 100 مليون؟ فده معناه ايه؟ ان اللايف ستايل هي اللي ودتنا لكده، مع ان اللي احنا درسناه في المدارس
ان الشخص لما يكون قاعد في مجتمع كل ما زادت التعداد السكاني وكل ما زادت النسب السكان فزادت الامراض والاوبئه. طب ازاي الكلام ده؟ احنا من 15 سنه ما كانش عندنا كانسر بالشكل اللي احنا بنشوفه. صح. ده انا جاي منين؟ نتيجه اللايف ستايل. طب اللايف ستايل دي جايه منين؟ من الاكل والشرب والهواء. صح؟ فاحنا محتاجين هنا يكون عندي بشكل دام سبلمنتس فود. فكره التخسيس بشكل عام احنا اتكلمنا عن الوش والجرين بيرن. طيب لو حد طول عمره متعود يشرب قهوه نسكافيه الحاجات اللي هي بتبقى بعدد زياده في اليوم ده الكلام ده خطر جدا. طب هنجاوب بقى على السؤال دوت، هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حديث استاذ ميت. استنونا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا، وطبعا بنستكمل حديثنا مع استاذ ماجد النحاس. وكنا طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم اللايف ستايل وبنتكلم على المنتج جرين بيرن، ولو وقفنا هنكمل بقى حديثنا. اتفضل. طيب خلينا نقول فكره اللايف ستايل، انا بالنسبه لي ممكن يكون حد متعود طول اليوم او اول ما اصحى لازم عشان دماغي تظبط وابدا انزل ومركز اشرب القهوه او النسكافيه. طب مجرد ما اوصل بقى مكتبي او الشركه لازم اشرب القهوه او النسكافيه. في نص اليوم لازم نفس الموضوع. مع ان الصحي خمس ست ايه فناجيل، وده خطر جدا، مع ان الصحي هو يكفي واحده ماكسيمم اثنين في اليوم. يعني امريكا والاف دي اي طلعوا تصريح ان فكره النسكافيه هو من اكتر مسببات الكانسر في العالم. فاحنا لازم نكون واخدين بالنا من حاجه زي كده. فدلوقتي اقدر احل محل الموضوع ده وبشكل سيف، وفي نفس الوقت بيديني نفس الفليفر. يعني لو اتكلمنا مثلا الاكسترين كوفي والمورينجا ده بطعم اللاتيه والبندق، هتلاقي ان الصيامي او الفيجيتيريان او الفري لاكتوز ده بيديك طعم مختلف تماما غير الاثنين الاولانيين. طب وايه الفرق ان انتم مقسمينه ثلاثه مثلا؟ ما انا قلت لك انا رعيت الاذواق. يعني مثلا لما اجي هنزل اتكلم مع الناس اللي عندها مشكله بس في المود، فهبدا انصحها بالجرين بيرن الاكسترا، لا هديله المنتج الثاني اللي هو الخاص بالجينسنج والكروميوم. ده طاقة وخلينا نقول ومود، يعني تقول طاقة بس. ماشي. وفي نفس الوقت بيمشي بمعدل الحرق، بيعود الجسم على احنا طالعين طالعة، ما ينفعش فجأة كده اديله حاجة عالية. خلاص. طب اجي بقى الاكسترين كوفي ومورينجا، لا ده بيكون مختلف، الحرق بتاعه بيكون عالي جدا. هي المورينجا دي متكونة من، لا هي دي عزبة مش متكونة من حاجة، هي دي عزبة اسمها مورينجا. يعني حتى كان في توصيات من جهات معينة عندنا في البلد بزراعتها والاهتمام بيها لأنها مفيدة جدا 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 للجسم بشكل عام، مش بس في عملية التخسيس. فهرجع أقول بقى أن المورينجا هتساعد بشكل كبير على ضبط برضو منسوب السكر ومنسوب ضغط الدم وكمان فكرة الاسترس بشكل عام. وهتلاقي أن أنت بتاخدي كمان من الاكسترين كوفي ومورينجا التركيز بتاع النيكوتين او الكافيين بشكل عام هتلاقيه مظبوط اللي الجسم محتاجه، مش الاوفر دوز. وبعدين ايه الفرق ما بين الاكسترا جرين كوفي او القهوه اللي موجوده، القهوه الخضراء مستخلصاتها، والقهوه العاديه اللي احنا بناخدها اللي هي لونها بني دي، او عباءه القهوه الخضراء، اتفقنا ان دي مستخلصات وحاجه مش مؤكسده. انما القهوه الثانيه بتكون مؤكسدة. طب ايه الفرق بين مستخلص القهوة الخضراء بتاعنا ومنتجات تانية برضو نفس مستخلص القهوة الخضراء؟ بصي خلينا اكلمك ان مفيش حد شغال في المستخلصات غيرنا. تمام. في ميدل ايست وافريكا وكمان في مصر. فكرة بقى ان ممكن يكون عندك شبيه، يعني انت قدامك كتير عقبال ممكن ما تكون بتوصل للتركيز بتاع اللي عندي. وعم قلت لك انا عادي حاطط اوريدي البينفيتس او حاطط ال الانجريدينتس او المكونات موجوده في ظهر العبوه. اعمل زيها. هو احنا العامل المشترك دلوقتي في الاصدارات بتاعه الجرين بيرن هي القهوه الخضراء. يعني احنا معانا القهوه الخضراء وحضرتك في كل حاجه بقى بنزود حاجه هنا. مستخلصات القهوه الخضراء. لا بس هي في القهوه الخضراء عامه وبعد كده معانا مثلا المورينجا، معانا ال لا انا باخد برضه مستخلصاتها، ماليش دعوه بالقهوه الخضراء، باخد منها الماده الفعاله اللي خاصه بالسليمنج. طب بقيه الفوائد مش عايزها. طب هل ده احنا بناخده من بره ولا ده موجود عندنا في مصانعنا؟ طبيعي جدا حاجات اللي زي كده معظمها بتكون موجوده بره مصر. القهوه الخضراء ما بتصنعش اصلا في مصر. ففي الجينسنج الاحمر الكوري وده ارقى انواع الجينسنج في العالم، ده برده مش موجود في مصر. ففي طبعا ماتيريالز كتير بجيبها من بره لازم.
ولكن التصنيع هنا في مصر دوت يعني بيدي له باور طبعا. لعيبه الكوره دايما بياخدوه طبعا. فنرجع تاني لمشكله اللايف ستايل، هتلاقي ان انت كده كده بتضطري تشربي الحاجات دي. طب لما اخدها بشكل طبيعي وسيف، اكيد التاثير واكيد الافكت عندي هيكون مختلف، وادائي كمان هيكون مختلف. لان القهوه كترها، القهوه العاديه اللي هي المؤكسده دي، بتضر عضله القلب، بتعمل مشكله في ضغط الدم. فهو امن كمان على امن على اولادنا مثلا. طبعا طبعا. فتقدري تستخدميه بشكل طب نعرض بيشن ونشوف الحل مع حضرتك. مثلا مثلا حد كان بيروح الجامعه ومره واحده قعد صمم انه مش عايز يروح، وفضل ياكل كتير كتير كتير، فوزنه زاد، واقف قصاد المرايه لقى نفسه ان هو ايه ده، انا هنزل ازاي؟ بقى الموضوع متزايد، بقى اكتئاب، مش عايز يروح الجامعه، الوزن زايد، الرجلين مش قادر يمشي. وزن زاد من ايه بقى؟ انا ده هي دي الفكره. يعني انا مثلا هقول لك تاني، مش القعده اللي هو اكل بقى ولا الاكل ولا الغدد، اعرف منين؟ فانا محتاج يعني مثلا اعمل صوره دم كامله، وزي ما قلت لك محتاج برضو اعمل انبادي قبل وبعد، محتاج كمان اعمل تحليل للتي 3 والتي 4 الغدد الدرقيه. عايز اعرف الحاجات دي اخبارها ايه، نسبه الانسولين كل الكلام ده. يعني مثلا انا شفت واشن ليدي جسمها يعني البادي بتاعها تمام جدا ومظبوط، ولكن عندها ترهلات فين؟ في الدراع هنا في الحته دي. طب ده عارفه ده بيديني اشاره على طول، اول ما اشوف كده دي عندها مشكله في هرمونات الذكوره. ايه ده، هي ستات مالها ومال هرمونات الذكوره؟ ما طبيعي الرجال عندها هرمون الذكوره وانوثه تستيرون واستروجين، نفس الكلام الليديز. فايه علاقه ده؟ لو اكس او علاقته ان هو بيظبط عمليه العضلات، فلما تلاقي في ترهلات هنا اذا في مشكله في الهرمون ده. طيب هتلاقي في رجاله مثلا بعض الرجال عندهم في دهون زايده في منطقه الصدر، ده عنده مشكله فين؟ ان في زياده او في افراط في هرمونات الانوثه. فانا كده بعرف واحد عنده مشكله في دهون البطن، ده عنده ستريس. طيب ليدي عندها مشكله مثلا في الدهون موجوده في منطقه الفخذ والارداف، اذا دي عندها افراط في هرمونات الانوثه. فانا ببدا اشوف المشكله في انهي مكان بالظبط وبحلها، وببدا انصح بنظام غذائي يدعم العمليه دي. يعني مثلا لما نشوف المشكله بتاعه الغده الدرقيه، فهنصح بحاجات فيها مثلا مغنيسيوم، هنصح بحاجات فيها الكبده والحاجات اللي زي كده اللي تزود الهرمونات اللي الجسم محتاجها او هتساعد على تحفيزها. واخد بالك؟ هو ليه بنقول مكمل غذائي؟ مكمل غذائي يعني بيكمل الناقص في جسمنا، صح؟ اذا انا ليه بقى بيكون عندي ناقص؟ لان في حاجات وسلوكيات غلط بعملها، او في اكل معين انا مش باكله، او في اكل معين انا بفرط وبزود فيه. طب نفترض ان التحاليل ما كانش فيها حاجه، ايه التحاليل ما كانش فيها حاجه؟ لا ما خد بالك لازم يكون فيها. انا الهيموجلوبين بالنسبه لي برضو الانيميا ده من ضمن العوامل الاساسيه اللي لازم اكون بشوفها عشان اعرف ده عنده مشكله دهون بتاعته فين. واخد بالك؟ فالرينج الطبيعي من 12-12.5-13، انا كده حد تمام. اقل من كده انت عندك مشكله، انت محتاج تشوف ده. نفس الكلام الكالسيوم، انا محتاج اتاكد والحامه والحديد في الهيموجلوبين هتساعد بشكل كبير جدا انك تعرف هساعده في انهي جزئيه بالظبط في جسمه. يعني الفكره مش بس اكل يا جماعه وقله اكل، الفكره في لايف ستايل. يعني انا بيصعب عليا جدا الاطفال اللي ممكن يكون عندهم سمنه، وبصراحه بلوم يعني بلقي اللوم على الاب والام، هم السبب في ده. كتير بيسالوا انا ابني عنده سمنه هل ينفع ياخد منتج من المنتجات دي؟ ابنك عنده سمنه يا فندم لان انت عندك مشكله انك بتاكله اكل زياده، فتح المعده قوي وهو صغير، فمش قادر الولد ينام بعد كده. او لو حضرتك ما بتعملوش الكلام ده في البيت وبتحافظ عليه في البيت، فحضرتك بتديله مصروف بيروح ياكل بره فاست فود شوكليت والحاجات الجميله اللي بنشوفها دي، فده خطر جدا. فاي طفل ممكن يكون عنده المشكله دي، من فضلك يعني ساعده ان هو ما ياخدش الحاجات دي تاني، اعمل له التحاليل اول باول. فكره التشيك اب يا جماعه مش مشكله عشان عند الناس، لا مش لازم اكون تعبان، اطمن على نفسي. ومش تناكه من الناس انها تعملها عشان معاها فلوس كتير، لا بالعكس، انت بتصرف على نفسك. لو ما صرفتش عليها دلوقتي صدقني قدامها تصرف عليها كتير جدا. صح، احنا ما عندناش الكلام ده، المصريين ما عندهمش الكلام، احنا لازم نقع. المصريين عندهم الكلام ده، بس الفكره ان مين بقى اللي بيركز عليه؟ يعني خلينا اقول لكم على حاجه، اي حد عنده مشكله في الصحه هو نتيجه ان في مشكله في التفكير عنده.
في الوعي زي ما قالت شيماء. تمام. طب الوعي ده انا هفضل بقى امشي ورا كل واحد اخبط عليه اقول له خد بالك انت عندك كذا؟ تمام. لا، بس الفكره دوري ودورك. دور قناه زي صحه وجمال، قناه يعني مهتمه تركيزها بالصحه. صح. نكون منبر لحاجه زي كده. ليه؟ awareness. هتلاقي معلش يعني ايه اللي مخلي مثلا قنوات عالميه ماشي بره النايل سات الناس بتكون فوكسنج عليها؟ لانها بتناقش قضيه، يعني مش بس عندها المناقشه القضيه وندور على المشكله وبعدين الحل عند المسؤول، لا الحل عندنا احنا. هو ايه طريقه تفكيرنا دي؟ انا لو بدات من تحت كل حاجه هتطلع كلها فوق. مظبوط مظبوط. بس يعني انا اقدر اقول ريديو لوشي جرين بيرن على حسب الوزن بتاع كل واحد مع نظام غذائي. كل واحد من المنتجات اللي حضرتك ذكرتيها لوحده بيساعد على انقاص الوزن واثبات الدهون. معدل قد ايه في الشهر؟ اتفقنا برضو محتاج اشوف الحاجات دي عشان اقدر اقول كل حاله مختلفه عن الثانيه. ما ينفعش كل اللي جاي لي يا جماعه اتكلم معاه في رجيم. صح. ما ينفعش كل اللي يعني جاي لي اتكلم معاه في نظام غذائي بس. ما ينفعش كل اللي جاي لك اتكلم في مكمل غذائي بس او رياضه بس. لازم يكون في تريانجل كده انا قلت لك عليه المره اللي فاتت. نظام غذائي مع مكمل غذائي مع رياضه. طب نظام غذائي ده انا بصراحه برضو ما بشجعش الدايت زي ما قلت ولا ضده، بس لا انا عندي نظام غذائي للحاله على حسب الهرمونات اللي عندها فيها مشكله. صح. ازود دي لكن مش كله مره واحده اديله الرجيم. طب احنا لو قلنا في سمنه موضعيه مثلا، يعني الجسم متناسق وكل حاجه بس مثلا عندها بطنها مثلا عندها الارداف بس في حاجه كده الجرين بيرن هيلعب على الحته دي ولا هيلعب بشكل عام على الجسم؟ طيب سؤال جميل. لما اجي اتكلم في منطقه معينه زي ما قلت لك انا محتاج ارجع للغدد. دي العامل الاساسي بتاعي. دي الممبر او دي المناره. طيب لقيت بقى حد عنده المشكله دي، انا عندي بنصح الريديولا تحديدا للشيبنج النحات ده بتاع البطن والارداف. خلاص. طب الجرين بيرن بيشتغل بشكل عام على الجسم وعلى الدهون السابقه زي ما حضرتك ذكرت. اللوشي هو داخل عشان يقلل حجم المعده. فلما ده يحصل اصلا المعده كانت ضاغطه على كم من الغدد برضه، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، ضغط على بعض الاجهزه الحيويه في الجسم والاعضاء الحيويه. ففكره المعده لما تقل شويه هتلاقي كل حاجه ماشيه على شكل مظبوط. طب انا خسيت والدنيا ظبطت ووقفت الدنيا، هل من الممكن او محتمل ان انا ارجع تاني؟ وارد. ما هو مفيش وارد. مفيش حد سلم، ما دام بنطلع بنطلع وبننزل. هو ده العصر يا مسندة. بس تقريبا اللوشي يا مستر ماجد مش هيساعدها انها ترجع، لانه اللوشي قفل المعده فعلا. يعني بدل ما كنت حضرتك بتقول من شويه بدل ما هاخد طبق على الكورس كله ريديولا جرين بيرن اللوشي. انت مش محتاجه الكورس كله، انت محتاجه يكفي لوشي وجرين بيرن بس. لان هو اللوشي لوحده هيقفل معايا المعده. هيقلل الاكله بتاعتي، فهي مش هيساعدها ان هي ترجع تاني السمنه. بس نفترض هي عملت سلوكيات خاطئه، هل ده ضمان او جرانتي ان انا مش هيحصل معايا كده تاني؟ لا. ما انا مش هفضل برضو ادخل لكل واحد في بيته. انا بقول لك امشي على نظام غذائي هو ده اللي هيخليك ما توصلش للسمنه تاني او الدهون الزايده تاني. وممكن ما تكونش محتاج بقى مكمل غذائي. بعض المنتجات من غير نظام غذائي من غير رياضه المنتج ده هيخسسك وهتاكل براحتك، هتعمل كل حاجه براحتك. سوري اسمحي لي اقول عليه ده عتبه ستايل. بمعنى مفيش يعني حاجات يعني الكلام بتوع العتبه، فاهم اللي هو انا بمسك الحاجه دي خد ده هيعمل معاك كذا وكذا 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 والصيني ما بيتكسرش، فاهم؟ ايه ده؟ يعني ايه ما العلم ما قالناش الكلام ده؟ ده كلام حد واقف في الشارع بيتكلم. فكره ان ناخد منتج معانا نظام غذائي ونظام من غير نظام غذائي لا مفيش الكلام ده طبعا. استحاله. اللي هو كل براحتك. طب ما انت لما اكلت براحتك رحت فين؟ كسرت كل اللي انا بعمله. بس زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت نقفل بقنا. لا المشكله كلها ان احنا نقفل بقنا نحط بلاستر وبعدين لما نيجي ناكل نرجع البلاستر تاني. ما هي دي الفكره. بس اقفل ده ساعه الدايت الاكل كله بيبقى حلو لامع قصادك، فانت هتقفل ازاي؟ والله خليني اقول لك يعني الاصرار والعزيمه. ماشي انا مع حضرتك الاصرار والعزيمه. خلينا نتكلم في المسلمات بتاعتنا. اتفضل. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال حاجه جميله جدا واكد عليها يعني معظم الاديان السماويه. فكره ان اكبر جهاد هو جهاد النفس. تمام. ماشي. فكره ان انت تكون عامل كنترول على نفسك. ما هو يعني اكيد الانبياء اتكلموا على حاجه زي كده، يعني ده مش كلام فاضي. صح؟ فدي مسلمات. صح. فلما جاهد نفسي فكره ان انا عمليه التخسيس عندي
انا اللي بقول لنفسي جسمي عايز يخس او لا. يعني انا بقول لكل الناس اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، حضرتك لما وزنك يكون زايد حضرتك انت السبب. طب لما تعوز تنزل وزنك انت اللي بتاخد القرار. عزيمة. بعيد بقى عن اراده وعزيمه والكلام بتاع الشو ده، لا لا خلاص، هو نفسك هو منها اماره بالسوق، فبتوديك لحته انت بتغريك طبعا في كل حاجه. وفي حاجه اسمها شراهه وشهوه الاكل. يعني دي خلينا برضو معترفين بيها. فانا عشان احل مشكله ما اروحش ادور على اخر نقطه، لا ارجع للموضوع من اوله. هو انا ايه اللي بيوديني لده؟ ان انا ما عنديش كنترول على نفسي، مش قافل بقي زي ما قالت هدى من شويه. وانا بتهيألي برضو لما اوصل للوزن المثالي او الوزن اللي انا حسيت ان انا خسيت مثلا 10 كيلو مش هقدر ارجع تاني، هحس بالفرق الجامد ان انا قادره ان انا انزل، قادره ان انا اروح، قادره ان انا اعمل كل اللي ورايا وانا مرتاحه. فيعني صعب ان هي ارجع تاني على وزن الزياده. صدقيني بقى يا هدى انت عندك حق في الموضوع ده، بس هو سهل جدا لبعض الناس اللي كمان مش بس اللي تاخد مكمل غذائي. يعني انا بتفاجئ من بعض الحالات جات لي كتير، عمل عملية التكميم وتحويل البصر وشفط الدهون ورجع تاني. ايه ده؟ طب انا عملت ايه؟ ساب نفسه. هي بتبقى فيه بعد عملية التكميم فترة معينة المفروض ان هو ما ياكلش. لا هو افتكر ان بعد ما يعمل كل ده التدخل الجراحي ان هو خلاص اكل عادي. لا 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 قريت عنها. لا هي مدة معينة، وكمان في حاجات معينة بيتمنع منها، يعني اللي هو شرب بيبسي او اخد الحاجات دي ولا كأنه عمل حاجة. دي حقيقة. كمان ان هو فكرة انه ما بينتظمش على نظام غذائي او مكمل غذائي. طيب. او لو عنده المكمل الغذائي او المنتج العلاجي اللي بياخده او الدواء فهو بيأثر عليه اثار جانبيه. فين؟ في الغدد اللي اتكلمنا عليها. وكمان بيحس ان جسمه متكسر، ودي خطوره الكيميكال. ان هو اول حاجه بيعملها بسم الله الرحمن الرحيم سايد افكت، قبل ما افكر ان انا اعالج المشكله اللي كانت عندك. تمام. انما فكره المكمل الغذائي وتحديدا اللي فيها مستخلصات الاعشاب الطبيعيه لا بتساعدك بشكل كبير ان المنتج الواحد يدخل يعمل كم من الفوائد جوه الجسم، بل بالعكس يحسن بعض الاداء اللي كان في موجود عندك مثلا في مشكله زي السكر او الضغط او 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 ومنتهى الامان. وده اللي انتم موفرينه في اللوشي وفي الجرين بيرن، كانوا ثلاث اصدارات او الريديولا. يس وده فعلا موجود. طيب احنا كده اتكلمنا في نطاق التخسيس، هل الجرين بيرن ممكن يستخدم في حاجه ثانيه غير نطاق التخسيس؟ يعني خلينا اقول لك مثلا في دكاتره كتير جدا ممكن يكونوا اتكلموا معايا، اولهم دكاتره الغدد الصماء. فكره ان التخسيس لعبته الاساسيه هنا في المنطقه دي. فلما الدكتور دلوقتي يكون بيدي علاج سكر، بيدي علاج غده درقيه، بيدي علاج لمثلا الكورتيزول والادرينالين اللي هو الغده الكظريه، فانا ساعدته على ان الكلام ده الافكت بتاعه يكون سريع، وان البيشنت بتاعه يكون اداؤه احسن. تمام. طب هو عايز اكتر من كده. تمام. فدي نقطه. نقطه تانية مثلا زي دكاتره القلب. الناس اللي ممكن يكون عندها مشكله في الـ في الـ في الـ في مثلا ارتفاع ضغط الدم او انخفاضه، ده بيأثر بشكل كبير جدا على وظائف القلب. تمام. فانا هنا الجرين بيرن بيظبط المستوى ده. تمام. فده برضو جزء من ضمن الاجزاء. عندك مثلا دكاتره زي هل في دكاتره تعرضوا للمنتج جربوه او خدوه؟ لا هو مش في دكاتره، هو يعني عددهم كبيره جدا. يعني بالفعل المنتج طبعاً وصل لدكاتره سواء بقى من خلال صيدليات. تمام. او من خلال عيادات التخسيس او جراحه السمنه والمناظير او كمان دكاترة التغذية. وصل لأندية كبيرة جدا 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 في مصر، وأكبر نادي في مصر دخلنا فيه وعملنا فيه شغل كبير جدا. نصحوا بيه بقى اللعيبة والمدربين وكمان أعضاء النادي ده. بدأوا إن هم يشتغلوا في عملية إيه؟ لا أنا بشكل كورس شهري أنا محتاجه عشان المود. أنا محتاج كورس شهري عشان خاطر عملية طبعا الباور. صح. أنت متخيل؟ فالموضوع ممكن يكون بيوصل معاك مش بس لده. احنا قلنا فنادق. معايا نص دقيقه، حضرتك تحب تقول ايه بالنسبه للمنتجات بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده؟ خلينا اقول مثلا بالنسبه لمنتج زي اللوشي، اي حد هيكون عنده مشكله في الوزن الزايد او في مشكله الدهون الموجوده في البطن تحديدا، خد اللوشي وبعد ما تستخدمه. اذا حضرتك كلت ما تكلمنيش. طب واذا حضرتك بقى ما كلتش كلمني عشان اديك الكورس الثاني بتاع الحرق اللي هو خاص بالجرين بيرن. طب والجرين بيرن هيعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هيساعدك ان المود يكون مظبوط، عمليه التخسيس بتاعتك هيكون بشكل امن وفعال من 4 ل 8 كيلو جرامات على مدار الكورس،
كمان عمليه الطاقه بتاعتك مش هتحس بالخمول اللي كان موجود قبل كده في منتجات التخسيس. تمام اظن كده احنا اتكلمنا بشكل مفصل عن المنتجات لوشي، منتج لوشي، كريم بيرن، ريديولا، يعني ما سبناش حاجه من اول الاشباع لغايه النحت. يعني ما فيش اي حاجه تاني، خلاص احنا لازم نخس. لا خلاص بقى اللي عايز، مش كل الناس عايزه. شيماء بس بعد اذن حضرتك قبل ما تنهي الحلقه بس نقدم اعتذار عن المواهب الفنيه. طبعا يعني انا بعتذر، حصل بس كان معانا فقره فنيه ثانيه بس حصل تاخير عشان احنا بنعتذر عن اذاعه الفقره موجوده النهارده في شوارعنا القاهره، ويمكن ده من حظنا عشان نكمل مع مستر ماجد. شكرا شكرا ليك يا استاذ ماجد، ونشوفكم في حلقات ثانيه كده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليكم، نشوفكم على خير بقى الحلقه الجايه ان شاء الله الساعه 10.